يا اخوان بهذا الفيديو بدنا نوصل 2000 نقطة وبتشكيلتنا، بس انا شلت البيبي دراجون حطيت الكترو ويزارد، يعني صار عندنا دبل ويزارد. يلا خنفوت ثلاث جيمات الا اذا شركة كلاش صاروا يزيدونا 25-26 بصفوا اربعة. ابو هاني من كلان اسود الاردن، يا هلا والله، ولك نورت يا اخوان. لايكاتكم يا زلمة، ايه ما بصيرش. يلا عن جد عن جد خلينا نركز. طب ماشي خلينا نحط ايس ويزارد باولر، في 1,600,000 تشكيل للباولر. راح احط جولدن نايت انا على الجسر عشان نتخلص من اخت الباولر بسرعة. جولدن نايت ممتاز ممتاز. اوف 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 ايش هذا؟ طب خاصية جاهز للكترو. اوف 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 بسرعة انفيرنو دراجون اكلنا هوا معلم. يا حبيبي الكترو ويزارد راح يشق البرج معلم. تورنادو زي هيك معوزاب يا زلمة، والله شق البرج. يلا مش مشكلة، مش عارف معه بات ولا ايش هسه. سكيلتون ارمي، لا لا والله الامور سيئة. جولدن نايت، طيب انا راح افعل خاصية كأنه بس رجع للباولر هسه بالضبط. معه ارضي بس باولر وسكيلتون ارمي على الاغلب. هي تشكيلات الجاينت هيك، الباقي كله جوي بيكون. والله لو معي تورنيدو فعلت برج الملك هيك، بس لي يلا خلينا نحط باولر بذر بالباولر بسرعة بتسحبه. بس صرفناها طيب. اوف والله شكله ما بده يدافع، فكرت بدي يحط انفيرنو دراجون على يا حبيب بسرعة انفيرنو دراجون. تقول ليش جاب حق المقبرة؟ والله مسخرة. ايوه ممتاز على الفاضي على الفاضي الزاف هذا، والله على الفاضي ممتاز. يا حمر على الايس ويزارد يا اخوان، وك والله انه اسطورة. خاصية بسرعة نتخلص من الويتش وقرفها. طيب بدي ازيت جريف يارد هناك، بديش اصرف التورنيدو بس هيك. ممكن نحط سكارمي هناك صح؟ حلو فريز خليه يضطر يصرف الزاب. والله ما صرفها الباولر المنوب، كيف راح غاد انفيرنو دراجون؟ حط جريف يارد كلنا هوا. اقول لك شو بسرعة الكترو ويزارد زي هيك، ايوه وخلينا نسحب التورنيدو زي هيك بس عشان انفيرنو يضل ماسك. يا عمري على الدفاع، ولك ايش هذا ولك. اظن جي جي صح. جولدن نايت جريف يارد هناك، حطوا سكلتون ارمي، حط حط ولك يلا فريز جي جي. الا اذا ما جاب الزاب طبعا، او ممكن ما بده يحطها. جي جي نايس جيم حبيبنا اللازم يا ابو هاني، بس وقعت مع الشخص الغلط معلم. لا لا بمزح والله حبيبنا، والله ما قصرت. يلا ممتاز 30 كاس بسرعة خلينا نفوت على اللي بعده، مش راح نستنى. هات باتل يب، لأني بدي أفوز هذول الثلاث جيمات على السريع ونسكر الفيديو. أرم حلو جود لك حبيبي تسلم. أوف 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 طب ماشي خلينا أحط له باولر من بيكالوج. في تشكيلة بس يا رب ما تكون اللي في بالي، يا حبيبي يا رب مش الهوج فريز بس. يو تعال تعال، إذا مش الهوج فريز أنا فزت الجيم وراح يفجر لي الأبراج هسا. بس شو بدي أعمل؟ الهوج هيك دائما بأول الجيم أنت بتتخزق بعدين بترجع، لأنه سايكلو طيارة وإحنا كروتنا ثقيل شوي. شوف المنوب الكترو سبيريت كمان، يعني سبحان الله مش آيس سبيريت لا عشان المقبرة. جوبلينز ممتاز، هذول الجوبلينز بفيدوني كثير. جولدن نايت تمام راح ياخذ ضربتين فيرن هون، عشان هيك بقول لك الهوج رايدر بشلوا املي في بدايه الجيم بعدين بنرجع. هاي التشكيله هيك طيب ماشي. يا ماس كثير يا زلمه، والله هي راح تغلبنا بس الماسكي. راح ازت عليها الكترو ويزارد وحش.
راح ترك الجوبلين على الأغلب ما راح يضربه لأنه برج الملك مفعل. يا رب الواحد يضرب. لا والله كفو ما ضربش الأخير. طب راح أصرف التورنيدو أنا، خليه يحطها قول ما بده عادي. موغ رايدر أقول لك بديش يا يضرب، هاي آيس وزرد يلا. ممتاز. كيف راح أفوز؟ تصيد، بس أحط جوبلينز على المقبرة تورنيدو زي هيك خاصية الجولدن نايت. والله كفو راح يصيب البرج. والله وحش الزلمة. إذا ما أنا والبابلر يا إخوان بسرعة الكتر وزارد. شو هذا؟ بسرعة تورنيدو زي هيك خاصية على الماسكي. فريز من هون، استعجلت بالفريز. يلا عادي لقلقنا يا زلمة. حلو ما ضرب يعني، بس انه كنت بقدر احطه بشكل احسن. طيب اقول لك هون بتغلط غلطة راسك بروح معلم. طب انفيرنو دراجون ماشي، جولدن نايت بس مش راح احط شي ثاني على الهوك لانه البرج هناك نفس الاشي راح يصير بالضبط. طيب جريفيارد هون اظن اني ضغطته بهاي الهجمة. تورنيدو زيك. لا والله فكرت الجولدن نايت على الجهه هذه، ضيعت كل شيء معلم. مفكر الجولدن نايت تفعل خاصيه، شفته غن... حرام يا زلمه. والله لو استغليتها صح باخذ البرج تقريبا مع الفريز. حرام. طب ماشي يلا نرجع الكتر وزارد. جولدن نايت بسرعه. حلو حلو، في خاصيه هون راح تكون كثير نار، بس خاصية زي هيك. حلو المهم صدنا كل اشي. ايس وزارد من هون وباولر هون، مش راح يضرب يا زلمة. خلص اول الجيم اكيد راح يوصل الهوك، بتسحب وبتفعل في برج الملك بعدين اكسيرك بصير خرافي مستحيل يصيب يعني. فين دراجون كتر وزارد اقول لك والله ما يضرب. تورنيدو ليش انا حطيت دبل وزارد بصدوا الهوك رايدر الاثنين لما تحطهم، بصده مليون شغلة اصلا احسن البيبي. ايش وزارد بابلر مرة ثانية، لازم خف علينا يا رجل. واحدة بس خلوش يضربك. والله وحش البابلر اسطورة. فيرن دراجون هون الكيت روزارد مرة ثانية على الاهبل اللي تحت، خليه يضرب. جريفيارد بريدكشن 1 2 3 والله كفو فريز. ولك والله اني كمان وحدة البابلر. ولك والله وحش يا زلمة. مين سعد ابو ايس وزارد كتر وزارد. شوف شوف الدبل وزارد على الهوك. يا الله ما اثقل دمهم. جولدن نايت حط حط ماني بيكا. ايوه حلو. شوف 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 خاصية من هون. ابلع يا منوب يلا ابلع، اعمل لي فيها السايكل واللعيب. يلا باولر من هون، قلت لك والله لصيدك تصيد يا منوب. كتر وزارد ابلع يلا. اي لعيب هوك رايدر بديش اشوفه عندي بالقناة. لا بمزح والله كلكم حبايبنا لازم يا اخوان، بس هذول لا لا بمزح كلكم عراس والله. اي حدا بيلعب هوك اسطورة معلم. بمزح. شو قد قام يا زلمة؟ قال لي قد قام ولا ايش قال؟ ابلع ابلع روح 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 اطلع. يلا اخر جيم يلا يلا خلينا نفوت. طيب 68 راح يزيدوني تقريبا 28 او 27 الله اعلم. شركة كلاش تعملها مش راح اخليها توصل كترو. هذا الجيم لازم نلعبه صح. رويال هوكس ذا رويال هوكس كويس، راح يشيل املي في بداية الجيم بس بعدين برجع. ممكن رويال هوكس والله كفو. طب جولدن نايت هون خلينا نفعل برج الملك. ايوه تعالوا هيك شوف شوف المنوب هذاك بس كويس. بس الرويال هوكس اللي كان على اليسار الجولدن نايت ما سحبه، ظل ملزق فيه المنوب. بس كويس لحد الان، راح ياخذ مني كثير دمج لانه سايكل طياره. حلو والله كفو. المهم ما نغلط لانه هاي والله الغلطه ببرجك بروح الرويال هوكس بالمسحش معه. طب خلينا نحط انفيرن دراجون، دائما الانفيرنو هيك زدته معلم مرات بنسوه والله اغلب الجيمات هيك بفوزها. طيب بديش ازدها خمزة الكترو
أظن إن جبنا العيد هون. مش جبت العيد. باولر بسرعة. لا. خلاص. ممتاز. شوف المنوب. اسمعوا هاي الأغلاط لا تركزوا على الكيتر اللي نزلته ماشي. انسوا. هسا بنرجع. شو اللي عملته يا زلمة؟ كنت بقدر أحط باولر ومش عارف والله ما أصلا معي تورنيدو يعني. مش والله منوب. مشكل بعدنا بنحكي غلط بدناش. طب بسرعة. ما راح يفعل برج الملك تتخوف. هاي الحركات بطلناها زمان يا زلمة. لازم ننزلهم كمان كثير لتحت يفعل برج الملك. طب ايس بيزارد. شوف هاي الفاير سبيريت بتنط قبل بمترين عليه. هسه زلمة وصل ابراجي. يلا مش انت لاعب رويال هوكس برضو. زلمة وصل برجي. يلا بدي اهجم هسه جولدن نايت. حلو صرف السكيلتون جريف يارد. خاصية الجولدن نايت. والله كفو الاي ولك. انت اسطورة. بسرعة فريز. لا كويس هاي الايس ماسك الكسرة. ابلع يا منواب. يلا بسرعة باولر. لا الباولر غلط والله غلط. بسرعة ايس وزرد. الباولر لازم تلزقه بالزاوية زلمة عشان كلهم يزيحوا على اتجاه واحد بس. هي شوي جولدن نايت بسرعة. جريف يارد من هون. حلو ماشي راح اعمل فريز هناك راح اخذ دمج. فريز. حلو كمان والله وحش. يلا نزل رويال هوكس او اقول لك شوف بدي اعمل 9 عشان بدي احط هون باولر وبسرعة احط هناك دبل وزرد عليهم راح انزلهم بسرعة. ايوه والله ولك هذا اللعب حافظينه يا زلمة. افوز لكم يا اخوان هاي الهجمة افوز. شوف جولدن نايت الحل بالتورنيدو. استنى شوي. ايوه خاصية ابلع يا منوب. يلا اقول لك تورنيدو زي هيك فريز بسرعة واحدة باولر بلايز ولك ابلع ولك اي حدا سايكل بديش اشوف وجهه. امزح. والله كفو 29 وصلناها. جي وبس يا اخوان هذا كان الفيديو. وصلنا معكم لل 2000 نقطة وبهاي التشكيلة. الكتر ويزرد مع الدبل ويزرد مع الدبل ويزرد مع الكتر ويزرد كثير خرافيين والله احسن من البيبي دراجون بالنسبة لي يعني. في ناس لا بتحط بيبي زي ما بدك بس والله انا هيك حسيت احسن يعني. وان شاء الله الفيديوهات الجاية بنكمل رفع لانه معنا مجال قديش ضل الموسم 8 ايام في وقت. وبس نشوفكم. سلام.